انت سامي مخلد لا بدك حبيبي اذا ما قال هاي 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 ما اذكركم ايش قال ايش يقول كلمه حلوه تضحكون منها غريبه ما قالها هاي هاي هي في كلمه زدانيه لازم يقول اي 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 بس ما يعرف الهوى شو شو هاي 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 هلا يا هلين يا هلين يا زول اهلين يا زول مبارك شنو مرحب بيك مرحب بيك كذا 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 مرحب بيك مبارك شنو الحمد لله لا شوش ايوه زول عشرة سلامة والله على سلام مبارك شنو هم بارد بس احنا شادينا مبارك شنو يا زول ارحب دزول تعبان دزول تعبان يا عثمان تعبان يا زول اي والله عزل مقاماتك دزول عزل مقاماتك ارحب ارحب مبارك شنو تعال هنا والله انت تجلس هنا يا زول عليك الله احنا ما نجلس فيه عليك الله تجلس هنا يا زول نجلس النص عليك الله ما تجلس نجلس النص في صدر المجلس في صدر المجلس مرحب بيك يا زول مرحب بيك مرحب بيك حالك يا زول حي من جانا نورت السعوديه يا زول ابشرك بخير مرحب بيك مرحب بيك عايشرة كيف حالك يا زول مبارك شنو العمه وين كيف الديار عندكم والامور الحمد لله كله تمام العمه وين العمه وش ما داير العمه اليوم لابسها على راسك ولا جو حلو عندكم مروقين مبسوطين الحمد لله زينت اللويكة؟ أخبارك شنو؟ الحمد لله شنو؟ وين اللويكة ما تعرفونها؟ وين القهوة؟ وين الشاي السكر زيادة؟ الشاي شاهيهم في دمه شاهي مسود يا شرب تشرب منه يا طويل العمر تسحر وين القهوة؟ وين الرجال؟ كان يكون مطالع كيف يستعني؟ ها؟ نالطة ما ها؟ داير شنو تغني؟ يا زول والله أنا أحب الشاي السوداني وإحنا بعد والله الله أحبه والله العظيم نحبه بالذات هذا يا لبنان اقعد هنا في السعوديه والله في السودان يقولون جاء هنا السعوديه ورجع لاهله في السودان يقول والله حبيت السعوديه مره مره قالوا ليه حبيتها قال والله استانس لما اجي في المجلس يقول عز الله مقامك الله عليك الله عليك عشان ما يقول بالضبط عشان ما يقوم يسلم يقول عشان ما يقوم يسلم يقول يوم رجع السودان قال والله داير شيء اكثر شيء حبيته في السعوديه داير شنو تجي في المجلس ما تبي تقوم عز الله مقامك قول عز الله مقامك بس ولا سلام نظر بالضبط خلاص بالضبط انا بس يا زول شعب زول الحين الشعب السوداني ليش في ليه يعني ما كسول كذا والله مو كله مو كلهم بس يعني بأغلب أغلب تقالي ما يا زول أنت عنك شوف هالتمشيتك من هنا جلست ساعة شعب السوداني شعب مروق شعب مبسوط يعني مروقين مروقين يا حبايبنا الشعب السوداني استكانة شاي أخيرك والله اشتهيت الشعب استكانة شاي سكر زيادة أفضل من أي شيء بالحياة أي شيء بالحياة بالضبط تاكل علاجك الحين ولا شو؟ يديك العافية يديك العافية ولا ما تبي أكل شيء يدك عافية طيب كبير يوم في برجر أقولك تبي تقول لا عندك ليد شلونه الدافور بالضبط في فطاير كل فطاير فطاير لا تفكر فيها كل فطاير اسمع كل فطاير بيجيك الحين كل فطيره جبن ولا شاي ولا والله كل لازم تاكل لك شيء ينزل بطنك بعد العلاج هذا الشخص بيجيك الحين ملكع كلك اشرب لك مويه هذا شيء وكلك فطيره عم في فطاير تروح تجيبها اليوم ها يحفظ مخلد اسمع يا زول انا بنشتك اوهو اول ما تصحى من النوم اصبر دقيقه عندي سؤال نواف عقاب شخص الزول نواف عقاب شخص الزول نواف داير يتحرك داير يتحرك داير يتحرك داير يتحرك انا ابغى يولي مع الباب تحرك وحولك ما يقعد على يا نفس اخوي ايوه صدق شوف 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 هذا النواف كيف والزول الزول القحطاني ايوه شو الفرق القحطاني ايوه محلف ابشر بساعدك ويش يا زول يا زول قحطان والثاني قحطان من بقى ما افتخر فيه هذا حمراء هذا بساعدكم مبروك يا زول محصل اشهد انك زول محصل يا زول كم جرى جرتين الليلة بالليل الليلة بالليل امشي شارعني
انا وانت سوا. هلا يا هلا يا هليلو الليله بالحراك الله يقطع شكك روح وراك لا يربطك في دنتك. كيف حالك زول؟ كم لك في السعوديه جديد؟ اخي نفس هسه يسالوا على باكستاني ولا السعوديه جديد بتاعه بقراطيسه واضح تلاقيك بعد جديد ما شاء الله بقراطيسه والله جاك هنا داير تشتغل يا كنا داير تشتغل والله يا زول داير داير اصيل مثل زول مخلي والله داير مخلد دافور شخص دافور شخص والله الشعب السوداني ذكاء والله مخلد مره اعتقد بوكس يحفظ الرياضيات ايه الشعب السوداني ترى يمتازون بالذكاء الذكاء والدهاء وال انا ذكرتوني بالذكاء داير استشيركم يا اخواتي اخواني 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 اخواتك اخوانك اللي تبيه لا اهم شيء اخواني اخواتي يلا اخوات مصر احنا السعوديه انا زول احب السعوديه حبيبي الله يحبك وانا جيت ابي اشتغل في السعوديه شو مشاعرك داير الشغل في السعوديه السعوديه ناس طيبين شو مشاعرك احنا والله عندنا شغل شوي يعني النصيحه التي تدوني اياها وين اتوظف اي شغل وشهادتك يا زول انا داير تشتغل ايش مزرعه شو رايك انت وشهادتك عشان اعلمك اضم البل هذه بان ولا تعرف تحلب يا زول ايش والله داير والله مخرج داير يعرف يعرف يرد بالرز جاي هذا مبلوه والله اني اعرف زيك يا زول نصيب داير تشتغل ايش داير تشتغل ايش انت داير شهادتك اضم البل داير مرسي رودس وش تعرف انت عشان نشوف دجيجة فندق لا 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 ايوه عشان كده انا نشدك وش تخصصك بكاريوس بس وش تخصصك محاسب خبينات محاسبة تروح ناقة مبلوه انت النصيب النصيب هذا من علمك علم رشيد والله رشيد داير يدور الرزق رشيد يا ناس رشيد والله اللي موجود رشيد جول جول فكاهي يحب زعاته رشيد انا ايش اشتغلت عند رشيد عند ليبل اسبوع اخ رشيد شخص زول يحب تجيب الرودس ودي الرودس تجيب الرودس ودي الرودس جيب الناقه اللي بالناقه تشاول من ناقه ايه ربط ناقه وكل ناقه يا زول انا تعبت يا زول انا بهاي ذي وش تخاف الصوره السودان اللي في الرودس مكتوب عليه تعب شديد اي عبد الله الدبين هذا زول ينام بالمسجد ويدير الناقه ينام بالمسجد كسول محافظ 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 على محافظ تمام عبد الله الدبين زول يمشي الى البزنس مقدم لا متسابق متسابق خل متسابق نايم في نايم في المسجد نايم في المنتجع الجديد اي يا زول عليك الله نواف الشهراني جدو هاي جدو حيا الله يا بنايد تعال يا زول تعال يا زول نواف نواف بقى اعطيني كتاب 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 ما يشبع منه يا زول قم رد حيشوف المنايه اسمع يا زول يا وش ندور قدام اسالك سؤال الحين انت اول ما تصحى منه وش تسوي؟ على عن شكلها شاي شكل يا زول ما ترتاح شوي اول ما تصحى منه اصحى منه يا زول يا زول انا يا زول قلنا انت شخص دافئ اقوم من النوم ارجع انام ترتاح ترتاح ما ترتاح ترتاح شويه كذا بعدين تقوم تزين شيء كسول كسول شيء بسيط يا زول داير تشتغل في الخلفات ولا في اللقاح شيء بسيط لا ما داير اشتغل شو شوف رشيد هذا اللي كنت اول عندي جاي بمحاسبه وجهه من الطيب مغير سواك بشتغل عند الشخص هذا الزول مخلص شو الله بعزك اي هذا الشخص اللي اشتغلت عنده الليله بالليله الليله نمشي شارع النيل انا وانت سوا الليله بالليله الليله نمشي شارع النيل وسال انا وانت سوا يا زول تعال تعال طيب وش تلا داير انشد انشد وير شيت كيف الحال؟ اخبارك شنو؟ وش التغير؟ وش الحركات؟ آي هذا جاي من السودان بالله يا رشيد تتفق على رأي ولا لا؟ السودان ما غلبهم اذكياء
يعني احسن دكاتره والله الدكاتره قد درسك سوداني قد درسك سوداني الزول ما بعد الزول نوعه ما عاد يدرس لا يدرس لا دكتور عندنا في الجامعه الدكاتره في الجامعه والله العظيم يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن الكريشة ودك عنده. يا ما شاء الله الكريشة عند نواف ما شاء الله الكريشة الكريشة عطني من قط الدفين يتغنى اكثر مني والله الكريش انت عارف تسلم يا جول يا جول يا جول رشيد الزول مخلف يحفظ اذكر الله قول ما شاء الله قول ما شاء الله يا زول يحفظ الكتاب يا زول قول ما شاء الله يا زول ما شاء الله يا زول هذا الجوجل حبر عندكم في الديره جوجل يدرسون جوجل الله الله عندنا ابو جمعه و... جنتل جوجل جنتل كل شيء فاهم يا جوجل رشيد انا داير ابو جمعه الله يذكره بالخير كان كنت موظف في جمعيه الناقل تزب كيف تزب يعني تضمها بيضم الابل اظن اللي تباطيت مسالك وغاب السلام الحار بعيبك يا ديوس وخذت ريدك دروب المفارق خطاويها كفاك اول المشوار عن اخر المشوار عزومي على فرقاك تشكر مساعيها خلقنا كبار وجات كل الجروح كبار ولا كبر جروحي سوى قدر شاهي سكر زياده انا قلت والله عندنا سودان يضبط الشاهي انا داير خبرت الشباب قلت ليهم كل صباح اسوي شاي سكر زياده ويكه داير كشتينه ومن داير مني من داير مني 500 ريال الان اعطيه اياه يشيل هادي في يده كذا لمده دقيقه ثابت وطاعت منه والله الخمسه عسل طيب ها تعالج بكم وبتعالج بمليون عليك الله يا زول دقيقة علي علي اصبر اتكبر يا زول دقيقة دقيقة يا زول نعرف نقدر نكتب يا زول معك بكريوس ما شاء الله عليك طيب هذه قصايد من قصايد السعودية تباطيت يقول تباطيت مرسالك وغاب السلام الحار وخذت رجلك دروب المفارق خطاويها كفاك اول المشوار عن اخر المشوار عزومي على فرقاك تشكر مساعيها خلقنا كبار وجات كل الجروح كبار ولا كبر جروحي سوى قدر رائعها الله يسلام هذا يزول الشخص المجروح الشخص الحزين من الزول هذا؟ هذا كتاب الزول نواف نواف الزول لا الزول هذا صديقنا نواف شهراني صاحب الكريشة. صاحب أفضل صوت في جنتل مع احترامه لبقية الشباب ولكن صوت جنتل سماه الشباب يا زول صاحب أكبر كريشة البركة. أكبر كريشة في جنتل آي ابو سعد مرحبا والله ما شاء الله يا زول يلا حي داير شنو داير عندنا سواليف عطنا سواليف رشيد داير جامل براين شيد براين يرشي براين يرشي براين يرشي ما في براين ما في رشيد ما في رشيد شفت الزول رشيد لا قلت برايم يضيق صدره تزيق ازيق ازيق اعتذر اعتذر يا زول شديد الاعتذار ما تخبرنيش اعتذارك مقبول قلب مصري هذا تعرف سوداني مر على مصر خذ لي اسبوع خوال بتاعي تسوي سواتي مصر والله شبه كايمين مساء خذك على السعودية أفضلك إيه ما تواهب نتكلم بالمصري السودان في السوداني يا زول هلا هلا والله السودان هنا وانت هنا يا زول ما تغلطيش ما تغلطيش أعطاها المصري ما تغلطيش يا باش ما تعرف الباشا رشيد ما عارف ما عارف وانا غليص هذا رماح يا الله قلب بدون تقواش الظلمة يا زول انا داير انا داير انا تابعت غليس حول خمس مرات ولا ست مرات يا زول ماشي منه يا زول رشيد يا زول رشيد مين الشيخ فيكم؟ الشيخ علي اللبداني كلنا شيوخ الان في الجلسة كلنا شيخ عانس شيخنا الرشح الذكي الدهور الغالي كلكم شيوخ يا زول يا زول مخلد
هذا يدري العمر. كفور. تكلم بالعمر. أنا زول داير. أسبوع. أنا. شوف في غرفة هناك. داير شاي. أبشر بالشاي. إليك شاي لحدك. بس اسمع في غرفة هذي. هاي زول. لا يا زول. اسمع. يا زول. غل الغرفة دي. شاي ما دقته. تسمع بقى في السودان. شاي الشايب. موجود. شاي الشاي. والله. اي والله لا يا زول لا يا زول والله موجود لا والله موجود والله موجود شاي شايب التفت يا شاي يا شاي وانا زول وانا زول هذه عزوه اختي اختي تقولها اختي اختي اخو اختي يا زول شاي شايب تغير السويد ولا اهلان تفاحنا ما لعب بس المسابقين جلتل بس والله بس والله يا زول انتم شخصين شخصين شخصينين انتم اشخاص يا زول منيحين يوه يا زول كيف اقول غلط غلطها بخير خلاط ما يجي يا خوب ثاني مره هنا ما اللي راقد انا يزلف يزلف اي مطاع هذا طويل طاهر طاهر الفجر كم بقي جاي بحر ولا جاي طيران ولا اخذنا غطا يا زول رشيد ما تنام عن اذنكم يا زول اذنك في صف يا زول رشيد الراتب الراتب بعطيك اخر الشهر ان شاء الله يا زول والله لا ادري عليك يا رجال بعطيك اخر الشهر ازعج تعال اخر الشهر تفهم ولا تفهم يا زول يحلف بالله ان شاء الله يا زول رشيد يا زول تبغى تنطلق يا زول ازغول ازغول يا زول ان شاء الله يدخل برايم ان شاء الله يدخل ابراهيم رشيد ان شاء الله يدخل ابراهيم ما يعطيني الراتب حقي ان شاء الله بيجيك راتب ان شاء الله شيل جاي بر ولا بحر شيل. ولا شيل. طيران ولا شيل ان كان باقي على ذانا حاجته بسيطه لا ترقد بالليل بالليل الله يا زول راكب ناقه ها ناقه ناقه جاي على جمل امشي من السودان من الخرطوم وصلت هني وصلت هنا هنا مغلب وصلت هنا في جنتل مير ما في خط بر ولا تمشي فوق البحر عادي فوق البحر على ناقة فوق البحر على ناقة انت شيك يا زول يا زول متخدمنيش ما راضي مع المصريه الزول ذا طايح على راسه والله تغلط ما تغلطيش اي ماني مغلطيش بس راضي مع المصري الزول انا خوالي مصر خوالك مصر قل لي انا اشوف اللون ما شاء الله حلو حلو ما تغلطيش طيب اسمع زول فيه فن اللي هو تعرف الشاعر سفر الدغيل بتعرفه تسمع به شاعر تعرف خالد البريك زول المنشد بتاعه خالد البريك ايوه بالضبط آي يا زول وين يا زول